بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن تحاليل الموجات فوق الصوتية الجزء الثاني. طبعا تحاليل الموجات فوق الصوتية للمرأة الحامل قد يجريه الطبيب في أي فترة من فترات أثناء يعني فترات الحمل، وأيضا قد يشمل يعني هذا التحليل التحليل الروتيني العام بشكل عام كما تكلمنا عنه في السابق، وأيضا ممكن يعني تحصل يعني السيدة على كشف الموجات فوق الصوتية بين الأسبوع 18 والأسبوع 20 من الحمل للتعرف على أي إشارة تدل على وجود مشكلة في أعضاء الجنين أو يعني أنظمة جسد هذا الجنين، وأيضا تحديد عمر الجنين عن طريق الموجات فوق الصوتية، وأيضا معدل نمو جسم الجنين داخل الرحم داخل الجسم ممكن يعرفه الطبيب عن طريق الموجات فوق الصوتية، وأيضا كما يمكن تحديد نوع الجنس الجنين عن طريق الموجات فوق الصوتية، لأنها مهمة جدا وخطيرة في نفس الوقت، وأنا أنصح باستشارة طبيب متخصص قبل القيام بها. وأيضا كيف يتم يعني القيام بهذه الاختبارات؟ طبعا يوجد أجهزة كثيرة جدا من الأجهزة عبارة عن تعريض الجسم بالموجات فوق الصوتية في يعني المرحلة الأولى من الحمل لحصول على نوع من أنواع التشخيص البيوفيزيائي للجسم أو داخل الرحم بناء على يعني نتائج التحاليل التي يجريها الطبيب نساء طبيب النساء والتوليد. وأيضا ممكن أن يتم يعني إجراء هذا التحليل للجنين ويظهر على شاشة باستخدام عدة مواد جيلاتينية، ممكن أن تضعها الممرضة في جسم المرأة الحامل للكشف عن الجنين تحت يعني الجسم داخل الرحم عن طريق تعريض بعض الأجهزة لهذه المنطقة.